السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنشوف مع بعض زي بلدر، وهنبدأ مع بعض بالبيم فيور، وهناخد كل الأقسام التانية. هنيجي هنا هنقول له اختار المشروع اللي أنا عايزه، هيظهر عندي البيم فايلز فيور. أبدأ أختار أنهي ملف اللي أنا عايز أفتحه، أقول له مثلا أركتكتشر، هيبدأ يتفعل معايا الفيو. هنا الهيستوري تقدر تشوف الهيستوري ريستور لو عايز تعمل استعادة لملف سابق، تقدر تضيف جروب او فايلز معين، ابديت فايل، تقدر تعمل ابديت لفايل انت محدده، تقدر تعمل ايديت او ديليت. طب هقول له فيو، بيبدأ يفتح لي الملف بالشكل دوت. تقدر تشوف الملف من اكتر من جهة بالشكل دوت، مجرد ان انت تدوس على شيفت والبقرة بتاعة الماوس. تقدر تقول له انا عايز اعمل سيلكت على السيلينج، على الابواب، على السلاب ايدج، او ممكن تدخل جوه السلاب ايدج وتختار مثلا السكيرتنج او الجريس سكيرتنج بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت على الوول، كل الحوائط مره واحده بالشكل دوت. الويندو تقدر تعمل عليها سيلكت، تقدر تعمل زوم على اي جزء انت عايزه، تقدر تبدا تشوف الفيو من اكثر من اتجاه، تقدر تعمل كيوب بوكس بحيث ان انت تبدأ تتحرك داخل المبنى بالشكل دوت، او تعمل كليب بلانس، تقدر تضيف اكتر من واحد في الاكس وفي الواي وفي الزد زي ما انت عايز. ان شاء الله كملوا مع بعض، كملوا معانا، هتلاقوا حاجات جديدة جدا في البرنامج.